بلبس اغلى الماركات وده يرطن بين الكلمات ودي قال ايه مش عايزه اتجوز وده ما مسكش في ايده كتاب يقعدنا عايزه الحلال والحلال جاي لك في الحال هيغير تفكير ناس فينا ويحل عقد قد جبال دلوقتي حلال العقد مع عمر طاهر على نغم اف ام حلال العقد مفيش حد فينا ما عندوش عقدة واحدة على الأقل العقدة دي هي اللي عاملة شخصيته وإسلوبه وطريقة تفكيره مش دايما حل العقدة ده شيء مفيد ممكن لما تحلها تبقى بتبوظ شخصية البني آدم وبتغيره للأسوأ علشان كده أنا النهاردة مش جاي أقولك على حل العقدة بس بحاول أفكر معاك إزاي تتعايش معاها إزاي تتصالح معاها وإزاي تطلع منها أقل ضرر ممكن زي صاحبي اللي متعقد من فكرة الجواز عندي صاحبي اتعقد من الجواز من كتر ما بيسمع طول الوقت نصايح عكس بعض وأفكار عكس بعض ووجهات نظر عكس بعض فبقى مش قادر يكون وجهة نظر حوالين الموضوع ومش قادر ياخد فيه قرار أنا ما بحبش النصايح الحقيقة يعني لكن لو مضطر أقدم لصديقي اللي اتعقد من الجواز ومن الكلام في الجواز ومش قادر ياخد فيه قرار لو أقدر أقدم له نصيحة فهي نصيحة واحدة بس ما تستعجلش بكررها ما تستعجلش وأرجو من حضرتك يلي سمعني ما تفهمنيش غلط افهمني صح ما تستعجلش لأنها دي فكرة لمصلحتك ولمصلحة الجواز طالما لسه مش قادر تشكل وجهة نظر وطالما لسه تسأل الناس وبتحاول تفهم يبقى أنت لسه مش مؤهل للفكرة فما تستعجلش أجل فكرة الجواز على قد ما تقدر لمصلحتك ليه لمصلحتك؟ لأن وجهة نظرك في الجواز واللي أنت عايزه منه بتتغير كل شوية وبتنضج كل ما أنت بتكبر وبتنضج وجهة نظرك في الشريكة اللي ينفع تستحملك وتكمل معاك بتتغير أنت محتاج شوية وقت علشان الصورة توضح علشان لو دخلت على الجواز غميضي على البركة هتأذي غيرك وهتأذي نفسك علشان كده على مهلك جدا وما تستعجلش اتجوز الدنيا اتجوز شغلك اتجوز الدكتوراه اللي انت عايز تنجزها اتجوز القرشين اللي انت مفروض تعملهم اتجوز الحاجات اللي ترقيك كبني آدم وتخليك تستوي وتبقى مفتح كده زي الورد البلدي اتجوز القراية اتجوز السفر اتجوز الحركة والصعلقة والسينما والاحتكاك بالناس وبالدنيا كل ده هيخليك ساعة الجواز تكون قده وتكون فاهم كويس انت بتعمل ايه كل ده هيخليك وانت داخل على الجواز عارف تجاوب بدون تفكير على سؤال انت هتتجوز ليه كل ما كنت عارف انت عايز تتجوز ليه كل ما كانت الجوازة ماسكة نفسها وعمرها طويل مفيش جوازة سهلة والجواز ممكن ما يكونش احلى حاجة في الدنيا بس تقدر تخليه حلو لو انت جاوبت على السؤال ده وعمرك ما هتعرف تجاوب على سؤال انت بتتجوز ليه من غير ما تعرف نفسك شوية فعلى مهلك وخد وقتك انا بالمناسبة ما اتكلمتش خالص على شريكك في التجربة أنا لحد دلوقتي بتكلم عليك أنت حاول ما يكونش جوازك عشوائي على طريقة أنا هتجوز علشان أستقر لا حضرتك محتاج تستقر الأول بعدين تتجوز في تلهف على الجواز بيلغي مسألة التفكير في النفس بيلغي مسألة أن الواحد يعرف نفسه ويفهم هو عايز إيه نص النجاح في الجواز مرتبط بالإجابة على السؤال ده أنت مين وعايز تتجوز ليه علشان ما توصلش بيك التجربة لمرحلة النكتة بتاعت الاتنين اللي راحوا للمأذون علشان يتطلقوا وكانوا قاعدين قدامه فالمأذون بيسألهم ويا ترى ايه سبب الطلاق فالاتنين ردوا عليه في نفس واحد وفي نفس الوقت الجواز هقولك تاني على مهلك علشان تعرف انت عايز ايه انت عايز ايه بالظبط مش بالشبه سر النجاح في الجواز او في اي مشروع انت داخل عليه انك تكون عارف انت عايز منه ايه بالظبط علشان لا تحتار ولا تحير الناس معاك اعرف نفسك كويس الاول واعرف انت عايز ايه من الجواز واستقر وبعدين اتجوز لو ما كانش علشان سعادتك انت يبقى على الاقل علشان ما تعذبش حد معاك يا عقدنا عايز الحلال والحلال جايلك في الحال هيغير تفكير ناس فينا ويحل عقد قد جبال حلال العقد مع عمر طاهر على نغم اف ام حلال العقد